والمزيد عن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة، ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام ليطلعنا على ما رصده خلال اليوم. إليك عوض. نعم شادي، خالص التحية لك ولمشاهديك الكرام. بالفعل كان يوما مهما للغاية، حوارات ما زالت مستمرة حتى الآن ونقاشات في صورة عدد كبير من الندوات لخبراء وعدد كبير من المهتمين بالطاقة في كل أنحاء العالم. لكن ربما يعني هناك إنجاز التعبير أن نلخص مشهد اليوم الأول لهذا المؤتمر مع قرب انتهائه. الحديث عن مؤتمر المناخ القادم الذي ستستضيفه مصر يبدو أنه سيكون نقطة تغير كبير في التعامل مع هذا القطاع الخاص بالطاقة بكل تفاصيله. ونتحدث هنا عن أطروحات خاصة بتقليل الانبعاث، البحث عن الطاقة النظيفة، التأكيد على أن طاقة الغاز وطاقة الرياح والطاقة الهيدروجينية هي البديلة بلا شك، وأن الحياة البشرية والكوكب ما عاد يتقبل أو يستطيع أن يتقبل تداعيات سلبية لاستخدام الطاقة الغير نظيفة. وبالتالي سيكون مؤتمر شرم الشيخ الذي ستستضيفه مصر قبل مغادرة هذا العام نقطة تحول كبيرة للغاية. هذه هي نقطة مهمة للغاية. وفي هذه الندوة عرض وزير الطاقة المصري وزير البترول رؤية مصر في هذا الاتجاه للتأكيد على أو اعتمادها على الطاقة النظيفة. لدى مصر رؤية طرحت من قبل خاصة بمسألة الطاقة عموما، ستنتهي هذه الاستراتيجية هذه الرؤية مع 2035. والرؤية تعتمد أولا قبل المغادرة عام 22 سيتم اعتماد نحو 20% من الانتاج الكلي للطاقة المصرية على الطاقة النظيفة. مع انتهاء هذه الاستراتيجية سيصل الاعتماد إلى نحو 42% من منتج الطاقة المصرية معتمد على هذه الطاقة البديلة، طاقة الرياح وطاقة الهيدروجين. كل هذه الصور من الطاقة، خاصة أن جغرافيا مصر تسمح لها بأن تكون منطقة لإنتاج الطاقة المتجددة، ربما المنطقة الأهم في الشرق الأوسط عموما. إذا ما عدنا لأجواء هذا المؤتمر، كان حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن العالم الأفريقي وتداعيات غياب الطاقة وتأثيراته السلبية، كان حديثا مستفيضا من كبار الخبراء وممثلي الشركات العالمية للطاقة، وأن أفريقيا بالفعل بها مصادر متعددة الطاقة وأنا لها أن تستفيد من هذا المنتج الخاص بها. المعرض ما زال مفتوحا حتى هذه اللحظة، وفيه يتم عرض نحو 450 شركة من كل أنحاء العالم، الأهم الجديد فيها بالنسبة لمسألة الطاقة. الحضور المهم والمميز لهذا العام عن الأعوام السابقة يعتمد على عمر عدة، ربما يعني افتتاح الرئيس وتبنيه لهذا المؤتمر بشكل سنوي. نحن نتحدث عن الجولة الخامسة من هذا المؤتمر شادي، فتشريف الرئيس ورعايته لهذا المؤتمر أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين في هذا القطاع. النقطة الثانية هو التميز الذي يعني تميزت به الأعوام السابقة لانعقاد هذا المؤتمر، أعطاه مزيد من الثقة وفتحت شهية عدد كبير من الحضور، نتحدث عن 26,000 مشارك من كل أنحاء العالم في هذا المؤتمر. النقطة الأخيرة والأهم هو يعني قرب يعني تدشين المؤتمر الكبير الخاص بالمناخ وقرب يعني استضافة مصر لهذا المؤتمر، أعطى أيضا ميزة نسبية عظيمة لمصر ولهذا المؤتمر، بالإضافة إلى حضور أسماء كبيرة في هذا المجال من كل أنحاء العالم. على كل حال المؤتمر كما تعلم سيستمر غدا وبعد غدا، وستستمر هذه المناقشات خلال جدول الأعمال التي يعني المستفيض في خلال هذا المؤتمر على مداره أيامه الثلاث. كان لإكسترا نيوز تصريحا خاصا مع وزير البترول تحدث فيه عن أهمية حضور الرئيس اليوم وأهمية المركز الذي يعني وصلت إليه مصر على مستوى الخريطة العالمية بالنسبة لإنتاج الطاقة والتأثير في عالم الطاقة في كل أنحاء العالم، وتحديدا نتحدث هنا عن الطاقة النظيفة عموما في المقدمة منها طاقة الغاز، حيث تقدمت مصر في مراتب الدول أو في سلم الدول من حيث إنتاج الغاز سواء في البحر المتوسط أو في دلتا مصر. تفضل شيخ. شكرا لك على هذه المعلومات عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول. شكرا لك.